اليوم تجربتنا لو تيست اوف اندكشن موتور، او بالاحرى احنا حنسوي بها جزئين. الجزء الاول حنسوي اللي هو النو لود الاوبن والشورت تيست، والجزء الثاني راح نسوي بها اللود تيست. النو لود نستخرج منها الباراميتر، وحتى نرسم هذا الكيرف بين الفي والاي حنستخرج الباراميتر مال ماشين اللي هي مثلا الاكس والار. والجزء الثاني اللود تيست حنستخرج منها التورك، ونستخرج منها الافشنسي مال ماشين. هاي الدائرة مالتنا، عندنا اندكشن موتور وعندنا دي سي جنريتر. طبعا رقم البورد اللي حنشتغل عليه، طبعا حنجعل هذا الصاروخ هذا البورد من بورد رقم 6، وهذا هي التجربة مالتنا. هاي التجربة، فهاي هي البورد والاندكشن والجنريتر. هسه نجي نشوف جزء جزء. الاندكشن موتور هذا جزء، عندنا 2 واط ميتر نحتاج، 1 ميتر 1 فولت ميتر، رينج مال 10 × 480. عندنا الجنريتر، طبعا الجزء مال واي دبل واي محل ربطه، زد دبل زد هو نفسه F1 F2، والانتر بول نفسه B1 B2، وهاي المقاومه المتغيره على بط 1180 اللي هي هاي. هنا أنا بس لاحظ بعض ال يعني تختلف عن ما موجود. هاي ال A1 A2، هاي ال B1 B2، وهذا ال F1 F2، والمقاومة نربطها. طريقة العمل مالتنا بالنولود، أول شيء نسوي بلداب هنا، نسوي طريقة ربط مالتنا طبعا ستار، فلها 380. احنا البلداب مالتنا حنصعد 350. لاحظوا النتائج مالتنا. هنا الفولتية اللي هنغير بيها، عندنا تيار مع الانبوت اوميجا 1 اوميجا 2 والفين النو لود، فهذه النصفارة. والسرعة، السرعة طبعا اخذناها من هنا السرعة. نلاحظ تغير طفيف بالسرعة بالبداية، بعدين تنزل هواية لان الفولتية تكون قليلة. هنا طبعا هذا الاوبن تيست، شورت تيست يعني شورت سيركت تيست، هو موجود بهاي الملزمة. هاي الملزمة هي آتي، هذا الشورت يعني احنا ما سويناه لان هو اصلا موجود، لوك تروتر تيست، اللي هي التجربة الرابعة نفسها مال 3 فيز الى 1 فيز مال كاباستر. ها هو البلوك تروتر تيست، ناخذه من هنا. فعندنا هاي طبعا هنا باللود تيست المفروض الفولتية تكون ثابتة، الباور انبوت هي اوميجا 1 اوميجا 2، الباور اوتبوت بي 1 ودي سي، والتيار في الفولتية، والتورك اللي حنطلعه من الباور على الاوميجا ان اللي هي 2 باي اف. بس نلاحظ النيم بليت داتا مالتنا، هاي بليت داتا اوكي، هاي مال اندكشن موتور، هاي النيم بليت داتا مال دي سي جنريتر، فولتية تيار زاديشن سرعة، وهاي كل شغلنا اليوم.